لا زيارات خارجية ولا تفاهمات سياسية ممكن أن توقف صواريخ الكاتيوشا على إقليم كردستان. هذا اللي صار يسمع من المراقبين والمتابعين للمشهد السياسي. لكن شنو الأسباب اللي خلت الصواريخ تستمر حتى بعد تغير التفاهمات السياسية؟ أكو إجابتين لهذا الموضوع. أولها أن ما يجري من استهداف له علاقة بأزمة النفط والغاز العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية ودخول إقليم كردستان العراق إلى السوق العالمية. ما يعني تضرر مصالح إيران المضغوطة بسبب العقوبات، واللي تطوير حقول الغاز سيضر بها ويقلل من اعتماد العراق على غازها مستقبلا، إضافة إلى روسيا اللي تطمح إلى معاقبة الغرب بملف الطاقة. ثانيا، بعض الفصائل لا تريد الاشتراك في البرلمان والحكومة وتفضل أن تبقى قاصفة وضاغطة، وصارت تشك في قيمة أي مكسب سياسي يطرأ على حالها وأحوالها، كما تقول الصحف العراقية، والتي تضيف بأنها جاءت بعد تعهدات للديمقراطي، طبعا تعهدات من الإطار للديمقراطي الكردستاني، لأجل التفاهم على الحكومة القادمة بأن توقف القصف الذي استمر منذ الربيع، إضافة إلى سحب الفصائل المسلحة من الحدود الإدارية للإقليم كبادرة حسن نية حول مناقشة باقي القضايا العالقة من إدارة النفط وتوزيع السلطات وسواها وإلى تشكيل الحكومة. بالمقابل، وبعد قصف دانا غاز لثلاث مرات متتالية، حكومة الإقليم ردها يتجه نحو تدويل ملف القصف، بمعنى أن الملف لو اتجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن فالعقوبات قادمة على الجميع، على جميع الفصائل وإيران وغيرها من الأفراد، وحتى ممكن أن تطال الإطار التنسيقي الذي وعد بنظرة الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف بأنها أبرز الداعمين لهذه الجماعات المسلحة، ما يقوض شرعية حكومتهم المقبلة لو تشكلت أمام أنظار العالم ويضعها في عزلة دولية. هذا طبعا بحسب مراقبين ومحللين. في وقت يتحضر أيضا العرب لقمة الرياض لبحث ذات الملفات اللي دنعانيها اليوم، اللي هي أمنية وسياسية واقتصادية. طبعا هذه القمة راح تكون موحدين مع أمريكا في قمة الرياض المقبلة. عاد إذا صار هيجي أمر يتعلق بموضوع تدويل القضية وممكن أن يتخذ على أساس بعض الإجراءات بحق هذه الفصائل وغيرها وداعميها، جيب ليل وخذ عتابة بعدها. شي يصير الله أعلم.